أصدر وزراء خارجية دول الجوار الليبي في ختام اجتماعهم بالعاصمة السودانية الخرطوم بيانا أكدوا خلاله الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها واحترام الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 من ديسمبر عام 2017 ورفض كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وترسيخ مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية مع رفض أي حلول عسكرية وتشجيع الحوار بين الليبيين أنفسهم. من جهته أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه لا مستقبل في ليبيا لحلول مفروضة من الخارج أو تركها فريسة لأطراف وقوى خارجية لا يهمها إلا تحقيق مصالحها والسيطرة على مقدرات أبناء الشعب الليبي. وفي كلمته أمام الاجتماع الوزاري 12 لآلية دول جوار ليبيا بالخرطوم شدد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، مشيرا إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي. وقد أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن تفهمه لقلق دول جوار ليبيا من تواجد عدد من الجماعات المسلحة والإرهابية والتي باتت تشكل تهديدا وخطرا على أمن واستقرار المنطقة وكذلك الوضع الاقتصادي المتردي في ليبيا. وأوضح سلامة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع دول الجوار الليبي بالخرطوم أن هناك أمورا إيجابية تمثلت في الحراك السياسي وعودة النشاط لمجلس النواب إلى جانب قيام حكومة الوفاق الوطني بترتيبات أمنية داخل العاصمة طرابلس وتخفيف حدة معاناة المواطنين. عبر الهاتف ينضم إلينا السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية. سعادة السفير أهلا وسهلا بحضرتك، أي حراك مرتقب في ضوء هذه الاجتماعات التي تعقد إما في دول الجوار أو في بعض الدول الغربية المعنية بالملف الليبي، هل من حراك مرتقب في الداخل الليبي هذه المرة؟ والله وهذا امر ما يعني نتمناه، لان الحقيقه هذا الاجتماع بين مدراء الخارجيه تكرر لاكثر من مره، وهو اجتماع جيد جدا ويحرص على ايجاد حل للمشكله الليبيه، ولكن الخطوات العمليه تكون ان لجان لايجاد الحلول. يعني بنتحدث عن مصالحه وطنيه، ما كيف يتم هذه المصالحه الوطنيه؟ وكيف ما عناصرها؟ ومن الاشخاص الذين سيكون المؤمنون معنيين بالامر؟ يعني هذا خطوه عظيمه جدا جدا، ولكن يجب ان تتلوها خطوات عمليه لتحقيق المبادئ التي اتى بها البيان التي تطبق على ارض الواقع. هناك ما يشبه التاكيد سعاده السفير على ان مفتاح الحل الحقيقي يكمن في توافق داخلي ليبي بين أطراف الأزمة في ليبيا، ومن ثم يمكن الدفع من قبل أطراف معنية بالشأن الليبي سواء كانت دول الجوار أو غيرها. هل هناك شواهد تقول بأن أطراف الأزمة في ليبيا أظهروا قدرا من حسن النية لإحداث هذا التوافق؟ وكان هناك حقيقة في اجتماع من شهرين في باريس وأظهر نوايا حسنة، ولكن قوة الدفع ليست بالكافية مطلوب. لكن اجتماع باريس أصلا سعادة السفير رفضت كل الأطراف الليبية الحاضرة التوقيع على أي وثيقة، فقط تفاهم شفهي. تفاهم شفهي، ولذلك أقول لابد من وجود لجان لدفع الأمور. دفع الأمور يعني تحقيق شيء على أرض الواقع، ليس حديثا، ليس شفويا، وليس بيانا مكتوبا، ولكنه لجان تقوم بحث الاطراف وايجاء تحديد تواريخ لها لاجتماعاتهم وعناصر لاقرار المصالحه، ما هو النقاط المتناقضه يتم تصفيتها تصبح نقاط تصالح. لكن سعادة السفير إذا كانت الأطراف الليبية ذهبت إلى القاهرة أكثر من مرة وذهبت إلى الخرطوم وذهبت إلى باريس كما أشرت وذهبت إلى باليرمو وبعضها ذهب إلى مالطا والبعض الآخر ذهب إلى الصخيرات وبعضها ذهب إلى روسيا، كل هذه الاجتماعات تقريبا لم تسفر عن أمر حقيقي، اللهم إلا اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية التي تعقد بشكل متواصل في القاهرة. هل في ضوء كل هذه الإشكالات المرتبطة بإيجاد توافق يمكن القول بأن ليبيا ستذهب إلى انتخابات رئاسية أو برلمانية؟ لا، والحقيقة الانتخابات البرلمانية الرئاسية ليس هذا الوقت المناسب لها، لابد من التمهيد لها، ولابد من جميع هذه الأطراف
تجلس مع بعضها البعض ليصلوا الى حد ادنى من الاتفاق، يعني نقاط الخلاف تنتهي ثم نبدا في تقرير. طيب ممتاز، ما هي النقاط سعاده السفير التي قد تشكل حدا ادنى من التوافق يبنى عليه كما تقول حضرتك؟ اولا يعني يجب ان يطبق الجميع على عدم استخدام السلاح. ثانيا يجب ان يكون لديهم القناعه بان بالمشاركه في السلطه جميعا وليست فئه معينه او اطراف معينه. ثالثا يجب ان يقتنع الجميع بان الجيش الليبي هو عنصر اساسي للمعادله السياسيه لكي تستقر الامور، لان الامن مقدم على السياسه. في بعض النقاط الاساسيه التي يمكن ان لو تم التوصل الى اجزاء منها يكون بدء الحوار مفيد جدا ويصل الى نتيجه حاسمه لصالح الشعب الليبي. في فتره سابقه كانت الدول ذات الفعاليه الاكبر هي دول الجوار الليبي، مصر وتونس والجزائر، والسودان تشترك في بعض الفترات، ربما تشاد كانت محايده نوعا ما باختيارها قد يكون لي عن الدخول في خضم هذه المباحثات، والبعض قال ان هناك تفويضا من المجتمع الدولي لدول الجوار بان توجد تسويه لهذه الازمه، لكن بعد ذلك تابعنا في روسيا اجتماعات وفي فرنسا اجتماعات وفي باليرمو في ايطاليا اجتماعات. هل عاد اللاعبون الدوليون مجددا ليضعوا اقدامهم في الاراضي الليبيه اما لايجاد التسويه او لمحاوله الوصول الى بعض المصالح؟ الامر على هذا النحو ولا لا؟ لذلك انا ادعو دول الجوار لمزيد من قوه الدفع، لمزيد من الاجتماعات، لمزيد من ايجاد لجان تتصل بالاطراف الليبيه المعنيه، لان الحقيقه يعني في مصر لا ترى ابدا التدخل الخارجي سيفيد في حل المشكله. اللجان التي تصر عليها سعاده السفير هذه لجان امميه التشكيل يشرف عليها السيد غسان سلامه ولا ترشح من قبل الاطراف في الشرق والغرب؟ يعني من لجان خاصه من دول الجوار ومن الامم المتحده. نعم. هذا يكون افضل، لان اي دول خارجيه لا افكار ولا ترتيبات اخرى لا نرى فيها حلا للمشكله الليبيه. المشكله الليبيه يعاني منها دول الجوار، يقاسي منها دول الجوار، تهم دول الجوار بشكل هام جدا، ولذلك يجب ان تكون دول الجوار مع التعاون مع غسان سلامه المندوب الاممي. شكرا جزيلا لك السفير ابراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجيه الاسبق للشؤون الافريقيه منضما الينا عبر الهاتف.